ان الاشخاص معينين، وواضحه ان مازال الناس يعني اذا كان الناس ماهيش يعني كما تقول في مصالحه وطنيه وان تقبل الاخر، فنعتقد ان الانتخابات صعبه. حتى كذلك انتخابات البرلمانيه حتى الان يقول لك نحن نحولوا الرئاسيه ونديروا البرلمانيه، ما البرلمان حتى هو بعدين بيطلع لك كتل، هذه كتله فجر ليبيا، هذه كتله كرامه، هذه كتله النظام السابق، وبعد يشوفوا الكتلتين الاخرى ان الكتله هذه مسيطره على مجلس النواب حتصير نفس المشكله ومش حيسلموا، حتصير مشاكل. انا اعتقد ان البلد الان يعني فيها استقرار، يجب ان نذهب نحو المصالحه الوطنيه والتواصل بين القبائل والمناطق والقرى لمصالحه وطنيه حقيقيه، حتى بعدين نديروا صيغه لحكم ليبيا، لان ليبيا ما تحكمش بالصندوق، وشفنا في 2014 كيف رفض الصندوق لما طلع مجلس النواب ان تيار وطني، التيارات الاخرى رفضت وعندنا في تجربه. هذه رقم واحد. رقم اثنين سياده المستشار، نحن التوزيع العادل للثروه، نحن نشوف في ثروتنا يعني قاعده تحت عائله واحده وقاعده تحت مصرف ليبيا المركزي اللي هو صديق كبير. نحن ما بوش نحكي على المنطقه الغربيه، لان حتى المنطقه الغربيه فيها مناطق متضره، كيف الجبل في الجنوب حتى متضره، في كل مكان ليبيا كلها متضره. نحن نتكلم على التوزيع العادل لكل مناطق ليبيا، رقدالين، تزربو، مرزق، كل يجب ان يكون في توزيع عادل وحقيقي للثروه. يعني الان شوفوا ان في مبالغ تعطى لدول الجوار والدول الاقليميه، مره يعطوهم 50 مليون دولار ومره يعطوهم 70 مليون دولار. نحن مش ضد المساعدة الدول، لكن الحرة هو ما تزرب تزرب بيته. تو نحن عندنا يعني مثلا في بنغازي، نحكي في بنغازي، انا عندي ما يقرب عن تو انا بس كعيسى العريبي عندي قريب 20 حالة اورام يبوا يطلعوا برا ما نقدرناش نطلعوه، بينما ان وزارة الصحة السيد البيبة هناك يخرج في ناس ويطلع فيهم في مصر وفي تونس. يعني يفترض ان في حتى في المناطق، في قصدي مكتب في 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 الجنوب وفي مكتب في بنغازي يطلع في الناس المرضى ذوم. انت تدي لي مكتب بس معليش في طرابلس، انا كيف نبي نوصل فيك بتاع القبه ولا بتاع سلوك، وكيف بيوصل في السيد هذا مليطان بتاع طرابلس اللي قاعد في تركيا؟ انا احنا لنا قريب 20 يوم نرن عليه باش نطلع حالات تب تموت، في من الحاله ماتت في ذنب بنظه. فيجب ان يستدعى عقيله ان يكون في توزيع عادل لكل ليبيا، نحن ما نحكوش على برقه بس، كل ليبيا توزيع عادل بالسكان بالجغرافيا بالثروه. يعني مش لا يعقل ان الناس تطلع مني الثروه وانا ما عنديش كيف نعالج الناس. نحن نحكوا على علاج، نحكوا على حاجات راهو طرق، نحكوا على سياره اسعاف، نحكوا على حاجات يعني بسيطه. تجيني انت عشان تبي راي سياسي تعطي 50 مليون هنا وتعطي 70 مليون دولار هنا، اللي بين حق بين. فيجب ان احنا تلحقين، احنا عارفين ان النفط هذا للليبيين كله، ولكن النفط لما ما نستفيدش منه ويقدر يعدي للصديق الكبير ويوزعوا فيه سياسيا هم وعائلة دبيبة لشراء الولاءات، فهمت؟ هذا شيء مش مقبول، اعتقد ان السادة النواب ما يقبلوش. يجب ان يكون في قرار صارم من مجلس النواب على الاقل بالتلويح، بالتلويح بايقاف النفط. نحن صح انا خير رئيس لجنه الطاقه، انا اتمنى النفط يتدفق ويمشي، ولكن لا نبيه يوصل للجميع. نحن الان يا سيد المستشار عندنا مصرف البنك الخارجي، البنك الخارجي هو اللي يستلم في المبالغ اللي 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 يبيعوا منها النفط. يجب ان يكون في تغيير في القانون المالي على اساس ان تكون في فرع مصرف ليبيا مركزي في ضراب في سبها وواحد في بنغازي، وتعطى على الاقل الباب الثاني او التنميه لهذه المناطق، وحتى طرابلس عندها حصة والتوزع، ونقاتلوا حتى على جماعة طرابلس. نحن شفنا الزملاء قالوا احنا والله في بعض المناطق في الجبل ما عندناش مية، في بعض المناطق ما عندناش طرق، حتى هم يقاتلوا معنا ويقاتلوا عمام، والجميع ياخذ حقها. فيجب ان سيادة المستشار كذلك النائب الاول والنائب الثاني ان موضوع الثروة هذا يعني يجب ان نقف بقوة من اجل هذا الموضوع. وشكرا والسلام عليكم. سيد سالم جنان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع الأعضاء والرئاسة أعزوا في اللكن. أنا حقيقة أول شيء نبي موضوع اللجنة 6-6
أعتقد أن الأستاذ ميلود موجود هنا، وأنا كل ما سمعت من لجنة الستة ستة أن ما وصلت إليه يعتبر نهائي، ولا يجوز أن لا يناقش ولا يطعن فيه ولا يغير ولا شيء، وهذا أنا سمعته يعني منهم موجود. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ خلي نتكلم يا عيسى. أنا نقول لك هم حسب القانون، حسب الإعلان الدستوري، حسب التعديل، هم قالوا هيك اللجنة هذه ووضعت بهذه الطريقة، أن قراراتها أو ما تصل إليه يعتبر نهائي، لا يخضع لا لرئيس المؤتمر ولا رئيس مجلس النواب ولا رئيس المجلس الاستشاري. هذا يعطي يا أخي أنا غير أسمع غير اسمعوني يا أخي، ناقل الكفر ليس بكافر. أنا نقول شنو اللي موجود، أنتم خيركم ما تبوش تسمعوا اللي موجود ولا شنو؟ استمر اللي موجود باش تعرف واش نصير، كيف هيك في الهواء وخلاص نرده، أراه كل شيء عفويا هيك ما يمشيش. راه خلينا نحكم بالصراحة، هم يقولوا أن هذه قرارات نهائية، يعتبر القرار نهائي ما يحتاج حتى توقيع ولا مراجعة ولا شيء، اللي وصلنا له يجب أن ينفذ. وعندنا أعضاء في اللجنة موجودين يقولوا لنا رأيهم، هذا واحد. بالنسبة للتروة وبالنسبة للتوزيع التروة والنفط وكذا، أنا أعتقد أن يجب أن نتكلم بصراحة، الرواتب تمشي لجميع الليبيين. المشكلة عندنا احنا في موضوع الباب بتاع الاحتياطي التالي. احنا يجب علينا يا سيادة الرئيس والرئاسة ان احنا نشوف كيف نستطيع ان نراقب هذا الموضوع، ما نقعدوش هنا نحطه في زي ما يقولوا النعامة راسها تحت الرمل. احنا موجودين في البلاد واحنا كلنا من اهل البلاد، وهذه بلادنا وهذه نفطنا، لا نوقفوه ولا نقولوا فلان ولا فلتانة. احنا يجب علينا نديروا آلية نعرف كيف نتصرفوا. احنا اسحبنا الثقة من الحكومة عشان عرفنا نديروا شيء، يا سيدي نديروا لجنة. هذا المجتمع الدولي المتدخل فينا السافر، تدخل سافر قريب من استعمرنا، قاعد يتحكم فينا. يا سيدي هاو نتنازلوا نتكلموه نقولوا له نديروا لجنة، هذه اللجنة هي اللي تراجع موضوع الميزانية او الترتيبات المالية يديروا فيها، لازم نعرفوا شنو يصرفوا شنو ما يصرفوش. اما نقعدوا بعدين هيك وبعدين ما نقدروش نديروا شيء، شنو الفايده؟ نحكوا حكينا تو سنه ونحن نحكوا، لا صرف ما فلوس زايده، لا الثروه مش موزعه باش نسماه بالمضبوط، لا تعالوا احنا نشتغلوا، لازم نديروا حل ولا نقعدوا نحكوا. راهو احكوا ديما هم يصرفوا والسنه تمشي، مشت السنه اللي فاتت والسنه هذه ها وصلت نصها وتستمر، لا ديروا حل، ديروا اجراء، تعالوا نتفاهموا. ما دام البعثة الحقيرة هذه خاشة في كل شيء، خلي تجي تخش معانا في الموضوع هذا، تقول لنا شنو نديروا احنا وياهم. اما نقعدوا مجلس نواب راهم عاش نديروا في شيء بصراحة، حتى قوانين نصدروا فيها ما تمشيش، لا تمشي شرق ولا غرب ولا جنوب. بكل صدق احنا يجب ان نواجه الواقع ونديروا اجراءات عملية ونوقف صف واحد ونديروا حتى من كل دائرة نفرين يعينهم الرئاسي ويمشي يراجع على كل شيء وياخذوا. انا والله نقولها بمراره ان احنا ناخذوا من البعثه وغير البعثه ومن الدول المتدخله السافره من كل نوع، كلهم يدخلوا في بلادنا وكلهم يديروا في اللي يبوا. خلينا نديروا شيء يا جماعه، خلينا نشتغلوا على شيء، ما نقعدوش نحكوا لا النفط وقفه لا الثروه مش عادله، لا لا خلينا نديروا حاجه. انت عيسى اول واحد، خلينا نديروا حاجه. شكرا. سيد جبريل وحيد. سيد عيسى لو سمحت. سيد عيسى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أنا أؤكد على الملاحظات اللي أدل بها سيد الرئيس، حقيقة ملاحظات في مكانها، وأزيد عليها أنه الحق يعني هذا القانون يفترض أنه قانون انتخابات لمرحلة يعني مرحلة خاصة في ليبيا، ومرحلة ربما ستتأسس عليها يعني ليبيا الدائمة، لذلك يجب أن تبنى على معايير وبيانات حقيقية. كل ما يصدر عن هذا القانون يجب أن يكون مبني على معطيات حقيقية، معايير حقيقية، قاعدة بيانات حقيقية
نحن إلى الآن من ضمن القوى القاهرة التي عطلت الانتخابات السابقة هو الخلل اللي موجود في مصلحة الأحوال المدنية وفي سجل الناخبين. إلى الآن حتى لما شكلنا لجنة نحن من مجلس النواب سميناها من يشرف اللجنة في ذلك الوقت نسيت اسمها، واتصلت تواصلت مع جهات الاختصاص، وأكدت المفوضية العليا للانتخابات أنه خلال فترة من 6 إلى 8 شهور ستنقي سجل الناخبين، وأيضا تقدم معلومات حقيقية أو قاعدة بيانات حقيقية على عن عدد الليبيين. إلى الآن هناك تضارب، معلومات تقول الليبيين 8.8 مليون، وهذا أعتقد ما بنت عليه اللجنة يعني شغلها، ومعلومات أخرى رسمية من النائب العام ومن جهات مسؤولة تقول أن هذا العدد مبالغ فيه. هناك من يقول العدد لا يتجاوز 6.3، وهناك من يقول في أقصى الأحوال العدد لا يتجاوز 7 مليون وكسر. إذن لدينا ملايين أرقام غير حقيقية لا يجب أن نبني عليها، لا يجب أن يبنى على معلومات غير حقيقية. هذا فيما يتعلق ببيانات أو عدد الليبيين. نحن نعلم أن مصلحة الأحوال المدنية حاولت أنها تدير برنامج إحصاء اللي هو مفروض كل 10 سنوات يندار، الآن فات 10 سنوات وهذا الإحصاء لم يندار إلى الآن بسبب عرقلة خاصة من الحكومة المسيطرة على الأموال، لم تسيل الأموال لهذه اللجنة ليبدأ إحصاء باش يطلعوا لنا بعدد حقيقي للليبيين. وأيضا في موضوع المعايير يا أخوانا، المعايير اللجنة اعتمدت أي معايير، أي معيار؟ معيار عدد السكان مبني على معطيات غلط. معيار الجغرافيا نبو نفهمه بني على أي أساس؟ الجغرافيا معروفة في العالم، إما أن يعتمد معيار واحد أو مبدأ 1 إلى 3، يعني 1 للمساحة و3 لعدد السكان، أو موضوع المسافة. أنا لما نجي نلقى في مجلس الشيوخ أكبر دائرة في ليبيا الدائرة الرابعة، لما وزعت المقاعد مجلس الشيوخ بالتساوي هذا مبدأ معروف في العالم، وزعت 30-30-30 تمام، هذا مبدأ متعارف عليه في العالم. لما نجي داخل مثلا مجموعة برقة أو إقليم برقة أو كيف ما نسميه، نجي نلقى الدائرة الرابعة مش غير أكبر دائرة في برقة، أكبر دائرة في ليبيا، تشكل قريب مساحتها أكثر من 3 ليبيا، وشوفوها على الواقع. نعطيها أقل عدد مقاعد في مجلس الشيوخ، هذا أمر لا يتأتى. إذا أنا قاعد نبني نوزع بمزاج أو بطريقة مانيش عارف شنين، نتمنى المعيار اللي تم اتخاذه في توزيع مقاعد مجلس الشيوخ يقولوا لنا. لما نجي نلقى منطقة الكفرة اللي تشكل قريب مساحتها حوالي ربع ليبيا تبعد عن أقرب ما يعني مكان لها اللي هو الواحات أو جالو مركزها جالو 600 كيلومتر، وبينها وبين تزربو 400 كيلومتر. تزربو مدينة ليبية تبعد عن الكفرة الجوف اللي هو الجوف 400 كيلومتر، وتبعد عن جالو 400 كيلومتر. نجي ندمجها مع الكفرة في مقعد واحد، ونات توزيع أصلا المبدأ هو توزيع جغرافي. أي عدالة هذه؟ هل ليبيا ستقوم على هذا الظلم؟ هل الدول ستبنى على الظلم؟ إذا بصراحة نحن تمنينا كما تم النقاش خلال اعتماد القانون التعديل الدستوري 13 أن تبقى المقاعد على ما هي عليه، لأن الخوض فيها راهو مشكلة، حيدخلنا في مشاكل لها أول ما لهاش آخر. حتى لما اعتمدت 200 راهو اعتمدت بمعايير ربما أقرب إلى الواقع، لكن نجو الآن ونزيد وننقص. إحنا لو عندنا ظلم في منطقة معينة خلينا نعود لإحصائية عدد السكان، إذا كان في منطقة معينة فلنضرب مثلا في الغرب الليبي مظلومة ربما أخذت مقاعدها منطقة أخرى، خلينا نعود لعدد السكان الحقيقي، لأن حتى هذه المقاعد وضعت في وقت فيه ظلم. لكن نجي ونزيد الظلم ظلم أخرى راهو الأمور ما تبناش على ظلم. هذه وحدة. 2 توا الآن الملاحظات المفوضية التي اللي ربع ساعة نقرأ فيها ما زال ما كملتش نصا. هالملاحظات كلها ملاحظات كارثية، اللي تبي تنفذ هذا القانون هي المفوضية. إذا كان هذه كل ملاحظات كيف يتم تنفيذ هذا القانون؟ إذا الآن ما تم إفرازه، نحن نحترم صراحة جهود زملائنا واجتهدوا ولكل مجتهد نصيب، ولكن بصراحة هذه الملاحظات قيمة وضرورية إنها يؤخذ بها، ولا يمر القانون بهذا الشكل ولن ينفذ بهذا الشكل. وبصراحة نحن مفروض نفرز شيء
يتماشى مع الواقع على الأقل إلى نسبة كبيرة. أما بهذا الشكل بصراحة راه وضع سيء جدا. أيضا أنا نحتاج على المفوضية ما لهاش حق تتدخل في شروط الترشح أو غيرها، مش من حقها. تو لما جيك في نقطة هنا تقول لك لا والله أنت ما مثل المترشح، نحن إذا كان الآن القانون أقر أن يحق لمزدوج الجنسية ترشح إلى الجولة الثانية، وهذه أيضا إشكالية إذا ما في جولة ثانية شو نديره؟ يجي يقول لك لا لا أنت هنا المفروض تقول المترشح مجرد ما يتقدم إذا لقينا أن هو عنده جنسية ثانية يبعث تلقائيا المفوضية، وكأن قاعدة المفوضية هي المشرع. لا 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 مش الكاهي، لا تو أنا والله كنت نقرأ فيها هنا غير رجل. لا هي لا هي الآن تقول لك يجب، المفوضية تقول لك يجب، تعاد جريمة. يقول لك لا يا أخوانا أنا قريتها تو. بالله حاول تستمر سيد جبريل، ما فيش داعي نقاش. أنتوا على كل إن راجعوا هذه إذا نحن أمام إشكالية، خلونا نفكروا كيف نطلعوا منها، خلونا كيف نفكروا كمؤسسة تشريعية في الخروج من هذا المازق اللي ربما وضعنا حتى نحن أنفسنا فيه، حتى بالتعديل الدستوري نحن يعني وضعنا أنفسنا في هذا المازق. فكروا لنا كيف. أما الآن نبنوا على معطيات غير صحيحة هذا ما يمشيش، والجريمة حتى منا نحن في حق الليبيين. نبوا الآن أن نقروا قانون غير قابل للتطبيق مشكلة. زيد على ذلك أن الآن صرحت جهات فاعلة في الدولة وصرحوا حتى لبتيلي أنهم ما همش قابلين هالقانون على بهذا الشكل، ومش قابلين ولن تقوم انتخابات بهذا الشكل. إذا خلونا نتناغم مع الواقع ونشوفه المخرج نطلع به من هالوضع اللي احنا فيه. وشكرا. بالله سادة النواب حاولوا تختصروا في مداخلاتكم لأن القائمة. سيد النائب، فيما يتعلق بلجنة 6+6 كما قلنا ما قدمت شيء عشان نحن ما نسبقش الأحداث. احنا عبارة عن تستأنس لجنتنا لبعض السادة الزملاء أعضاء اللجنة موجودين، تستأنس برأي النواب، مخاوف النواب من أي شيء يحدث كما يتكلم السيد جبريل الآن. لكن الموضوع الآن ما زال موصلش عندنا عشان نحن ندخل في تفاصيله، لكن التوجه العام لمجلس النواب لجنتنا تسمع، ونحن نتمنى أنها تلتقي مرة ومرتين أخرى ربما نصلوا إلى حل. لكن نقاشنا في موضوع ما توصلت إليه بعد ما جينا مكتوب، لكن الآن ما هي المخاوف حتى مع أعضانا في اللجنة بيعرفوا توجه مجلس النواب كيف في الجنسية في غير الجنسية في كذا. يعني هذا الأمر عبارة عن تلميح أن نحن راهو في حاجات. صحيح مجلس النواب يصدر حسب الاتفاق يصدر القانون، لكن نصدر حاجة مقتنعين بها يعني وتوصلنا إلى نتيجة. يعني مرات يصدر بيضر بينا، احنا ما نرفضين شيء الآن. نتمنى اللجنة أن توفق، وراه قامت بدور كبير كما قلت لكم. اللي معروض 89 مادة يا جماعة، مش حاجة بسيطة، وكل مادة تريد خاصة في أمر الضيوف. فالأمر يعني عبارة عن أي واحد يسمع زي ما السيد سالم تكلم أنه في حاجات ما حاجات. احنا بودنا حتى اللي سامع حاجة وجدت في المسودة يقول توجهني شنو فيها، لكن نسمعه من برا فيه أشياء وفيه رأوا ما فيش حاجة يعني مقلقة، يمكن على خلاف يعني مش إلا حاجة حسنة ممكن تسوى يعني. لكن نحن رأينا نهاية وقت وجينا رأوا نقولوا رأينا فيه. هذه معلومة عضيتها كمان بحسب ما سمعت وعرفت. فالموضوع مش موضوع هدف النقاش فيه الآن نقد أو الموافقة عليه، بعد ما يجينا لكل حدث حديث. شكرا. بالله حاولوا بس في المدخلات انكم تختصروا لان القائمه طويله، واعطوا فرصه لزملائك. حاضر. نقطه نظام السيد اسماء والسيد راد، اثنين نقاط نظام. نقطه النظام بتكون سريعه جدا طبعا. تفضل سيد اسماء. لحظة سيد سالم بعتلي سهل. تفضل. شوفوا لنا المايك بالله. السلام عليكم. نقطة نظام اللي حابة نقولها اللي هي صحيح إن ما وصلنا شيء، بس أعضاء اللجنة موجودين معنا أكتريتهم تقريبا، السيد قوير، السيد ميلود، السيد أبو صلاح، يعني اللي الناس اللي اشتغلوا في هاللجنة هذه وعارفين المخرجات، ونقدروا إذا كان نعطوهم وقت على الأقل بدلا ما نعتمدوا على التسريبات. هم موجودين أمامنا الآن، ليش ما تعطوهمش فرصة أن هم يتكلموا؟ ومخاوف النواب تبدد أحيانا من قبل أعضاء اللجنة. شكرا. واضح. نقطة نظام السيد الهادي بشكل سريع، بعد أستاذ مفتاح نقطة نظام بشكل سريع.
سيد الهادي بعث لي سيد مفتاح. يا لا ما خلي ينتبهوا معنا بس. أول السلام عليكم. أنا بنأكد على ما قالتها سيدة أسمع في أن نحن حقيقة يجب أن نستمع إلى أعضاء اللجنة أو أي من أعضاء اللجنة. هل ما توصلت إليه اللجنة هو نهائي أم في إمكانية لتعديل بعض هذه النصوص أو هذه الإجراءات في القوانين التي 89 اللي أنتم أشرتوا إليها؟ لأن هذه توجه القاعة ونعرف إحنا حتى شن نبغى نناقشه. إذا كان في إمكانية أوكي، ما فيش إمكانية يقولوا لنا خلاص انتهى كل شيء. واضح. شكرا. واضح. أستاذ مفتاح نقطة نظام سريع. هذه نقطة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم السيد الرئيس، السادة النائب الأول النائب الثاني، السادة أعضاء مجلس النواب. أنا عندي ملاحظة لاحظتها من خلال بعض الصفحات التابعة للنواب وكذلك بعض الآراء التي تطرح من هنا وهناك، بأن النتائج أو المخرجات التي أتت بمؤتمر بوزنيقة هي جاءت نتاج تعديل دستوري 13، وبالتالي لا يجوز تعديلها أو مسها أو الاقتراب إليها باعتبارها مفخة. وهذه لاحظتها أنا حتى في أظن بيان أو إعلان من اللجنة نفسها مع احترامي لها. لا لا لا، كلام هذا غير صحيح ولغط ولغط وغلط. أنت اخترت رئيس وزارة ثبت عنده مشاكل قانونية وسياسية، ما تغيرش تقول لي والله الدستور قرر اختياره. فبالتالي أنا بقول ملاحظة للزملاء كلهم، الإعلان الدستوري 13 نص المادة 30 على اختيار اللجنة 6-6، هذا لا يعني بأن ما ينتج عنها قرآن لا يمكن مسه أو يمكن التعديل. شكرا. واضح. نرجع للكلمات من جديد. سيد إبراهيم الدرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يومكم سعيد ومبارك. سادة النواب جميعا، عضو البرلمان خرج من دائرته يتكلم على منطقته ويتكلم على مدينته ويتكلم على إقليمه ومصالحهم، يوصل صوت ناسا وهلا ومشاكلهم، وبالتالي لكل عضو من أعضاء مجلس النواب الحق في الحديث عن منطقته وعن ما يشغلها وعن تخوفاته، وهكذا هو عمل مجلس النواب. نحترم جميع الآراء، نستمع جميع الآراء، وبالتالي يجب عليك أن تحترم رأيي وتستمع لكلمتي وأن تبدد مخاوفي وأن تطمني. نرى ونحن شركاء في وطن وكلنا يعني نتمتع بخيرات هذا الوطن ونستظل بظل هذا الوطن، أرقام وطنية كنا كيف بعضنا، اللي كنا كيف بعضنا، يعني دول الجوار نحن في جنبنا، عندنا قبائل في مصر أقرب لنا من الدم اللي يسكن في تورغة ولا في مرزوق ولا، لكن أنا ليبي الآن، عندي رقم وطني ليبي وعندي كتيب ليبي وعندي جنسية ليبية، مفروض علي نقاتل في غات وقاتل في مرزق وندافع على طرابلس وندافع على الكفر وندافع على كل مكان، هذه الجنسية وهذه الدولة الوطنية. أما الدولة الوطنية عندما يستفيد شخص أو مجموعة عائلة بإيرادات النفط الليبي اللي هو حق كل الليبيين، ما نحن ما بنش نخش في تفاصيل أخرى، وينفق هذه الأموال على هواه يذهب لإيطاليا لكي يعني يحشد الدعم الدولي والإقليمي لحكومته ويعطي 700 مليون دولار لدولة مجاورة. احنا ما عندناش مشكلة مع الدول المجاورة، الدول الصديقة والشقيقة، ما عندناش مشكلة مع أي مدينة في ليبيا، لكن يجب أن ننظر للداخل، وهو ما قاله الملك الصالح إدريس السنوسي عندما اكتشف النفط. قال السفير الأمريكي هل ستنظر ليبيا للدول العربية والدول الأفريقية الفقيرة؟ قال نحن 30 سنة لن ننظر خارج ليبيا، وسنقوم بعملية إعمار داخل ليبيا تنقل ليبيا من دولة متخلفة فقيرة إلى مصاف الدول المتقدمة. هكذا هو إيراد النفط، وهكذا هي الحكومة الوطنية، وهكذا هي الدولة. أما أنك تأخذ فلوس وتصرفها على ميليشيات وتصرفها على يعني على مجموعات مش تعطي فلان وعلان وتسترضي تلك الدولة وتسكت تلك الدولة، هذا لا يجوز. نحن يا جماعة اللي قال علي عيسى كلنا يمسنا، من فيكم يا أعضاء مجلس النواب الآن ما عندش في نقالة أقل شيء 3-4-5-10 رسائل من ناس تعاني من أمراض مستعصية وعلى رأس عدوكم السرطان؟ والله بإمكاننا نوروكم. الله
إذا كان عيسى والله ما أحد من النواب تواصل معه أسمام ليطان ولا غيره، والله نشحة وشحتة، والله الذي لا إله غيره نشحة وشحتة من تجار ومن نواب، ونشحة من اللي عندهم فلوس بيش يعالجوا الناس أولي. هذه نقطة أنا أقول يجب يا سيدي المستشار، رسالة موجهة إليك شخصيا ولا سادة في الرئاسة، المدة الماضية رأينا القوات المسلحة هي التي تكفلت بموضوع إقفال النفط عن طريق القبائل، يجب أن يكون القرار سيادي وسياسي يخرج من قبة البرلمان في رسالة موجهة من سيادتكم وفخامتكم إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولا المبعوث الأممي السيد عبد الله بتيلي بأن إيرادات النفط تذهب إلى جيوب السماسرة والذين يأكلون أرزاق الليبيين والذين يساهمون في موت الأطفال. اذهبوا الآن أعضاء مجلس النواب إلى مستشفى الأطفال، شوفوا السرطان في مستشفى الأطفال، أطفال في عمر الزهور بينما الصديق الكبير ينفق في الأموال كيف ما يشاء وكيف هو. خاطب يا سيادة المستشار البعثة الأممية وخاطب الأمم المتحدة وخاطب الدول المتنفذة في الملف الليبي أننا لن نصبر وسنعطيهم مهلة لشهر. أنت من قبل سيادة المستشار درت لجنة وتكلمت بقوة في جميع المحافل الدولية والإقليمية على ضرورة التقسيم العادل للثروة داخل المجتمع الليبي، والله تعدي في جوف طرابلس في طروف فزان في برقة كنا في الخير بك الليبيين، وهذه الدولة الوطنية نبوها، لكن أعطيني حقي يا سيدي، أنا نبي حقي، نبي نعالج، نبي نعيش كذا وكذا. هذا بالنسبة لموضوع النفط. سيدي المستشار والأخوة الزملاء، لا شيء يعدل في هذه الدنيا ما خلق كتاب الله سبحانه وتعالى والبرلمان سيد نفسه. نحن لما تكلمنا أنا أول شيء نثمن عمل السادة أعضاء اللجنة الستة من مجلس النواب ونشد على يديهم مجهود كبير وزملائنا وبارك الله فيهم على كل شيء. وكما قلت أنت مسلية البارح سيد المستشار، ما فيش عمل ما فيش أخطاء، الإنسان يخطي يعني، والذي لا يخطي هو الذي لا يتعلم ويتعلم الإنسان من أخطائه. نحن في هذه القاعة سيد المستشار عندما ناقشنا التعديل الدستوري 13 قلنا راه نحن توا في مرحلة انتقالية، وليس من حق البرلمان، ليس من حق البرلمان أن يأخذ تخصيصات الشعب الليبي، تقسيم الدوائر الانتخابية، تقسيم المجالس، هذا من حق الدستور الذي يستفتى عليه الشعب الليبي. نحن الآن في مرحلة انتقالية خطيرة، يجب علينا أن نتجاوز هذه الأمور. في بالنسبة لبعض القوانين، وبعدين أقول لكم على القوانين الانتخابات، هذه ملفات جاءت من مرزق المحتلة أيها الليبيون، ملعاي أرقام وطنية بالجملة مزورة، من زور أكثر من مليون رقم وطني بإمكاني في يوم يومين يزور مليونين رقم وطني، وبالتالي الانتخابات على هذه الأرضية غير صحيحة. سيد المستشار والأخوة معلي سامحوني، جانا الآن يعني قانون السحر والشعوذة من سيد رئيس اللجنة التشريعية، وأنا الحقيقة أستغرب يعني هذا من اختصاصات لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كان يجب أن يمر على لجنة الأوقاف، وتناقشت مع السيد رمضان كثيرا. سيد المستشار والأخوة الزملاء والأخوات، أي قانون الآن في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة في تاريخ ليبيا فيه استيفاء حق سواء بأي طريقة، قتل، إعدام، أخذ جنسية، يجب علينا أن نتجاوزها لأن المرحلة الخطيرة. نحن كيف نعطوس في السكين حاد لبشب عقلة، الآن يجب أن نتكلم في مثل هذه القوانين. نحن السحر هذا والله عارفين وعارفين سندير، ولكن يجب أن لا تتكلم في مثل هذه القوانين حتى تكون لك دولة واحدة تحكم من الشرق إلى غرب إلى شمال إلى جنوب تحت سلطة واحدة، وبعدين الإنسان المظلوم يلقى وين يذهب بيش أخذ حقه على غرار حراس الفضيل. للأسف الشديد في طرابلس هنالك هي شكلة بتعيد الدولة الخمينية في الأخير بكل، أما هذا لا يجوز أن يدار الآن، وهذه القوانين يجب أن ترحل إلى مرحلة الاستقرار التام والكامل، وشكرا. قبل ما نمشي لكلمة لسيد عضو لجنة الستة سيد عز الدين قوارب، خلنا نعطيكم القائمة متاع الأسماء باش كل واحد يعرف دوره. سيد محمد العباني، سيد خليفة الدغاري، سيد طلال ميهوب، سيد زايد هدية، سيد عبد المنعم العرفي، سيد عبد السلام نصية، سيد أسماء الخوجة، سيد سعيد مغيب، سيد حليمة العايب، سيد الهادي الصغير، سيد نثمن عمل السادة أعضاء اللجنة الستة من مجلس النواب ونشد على يديهم مجهود كبير وزملائنا وبارك الله فيهم على كل شيء. وكما قلت أنت مسلية البارح سيادة المستشار، ما فيش عمل ما فيش أخطاء، الإنسان يخطي يعني، والذي لا يخطي هو الذي لا يتعلم ويتعلم الإنسان من أخطائه. نحن في هذه القاعة سيد المستشار عندما ناقشنا التعديل الدستوري 13 قلنا راه نحن توا في مرحلة انتقالية، وليس من حق البرلمان
أن يأخذ اختصاصات الشعب الليبي، تقسيم الدوائر الانتخابية، تقسيم المجالس، هذا من حق الدستور الذي يستفتى عليه الشعب الليبي. نحن الآن في مرحلة انتقالية خطيرة، يجب علينا أن نتجاوز هذه الأمور. في بالنسبة لبعض القوانين، وبعدين أقول كمان على القوانين الانتخابات، هذه ملفات جاءت من مرزق، مرزق المحتلة، مرزق المحتلة أيها الليبيون، ملعاي أرقام وطنية بالجملة مزورة، من زور أكثر من مليون رقم وطني بإمكاني في يوم يومين يزور مليونين رقم وطني، وبالتالي الانتخابات على هذه الأرضية غير صحيحة. سيد المستشار والأخوة معلش سامحوني، جانا الآن يعني قانون السحر والشعوذة من سيد رئيس اللجنة التشريعية، وأنا الحقيقة نستغرب يعني هذا من اختصاصات لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كان يجب أن يمر على لجنة الأوقاف، وتناقشت مع السيد رمضان كثيرا. سيد المستشار والأخوة الزملاء والأخوات، أي قانون الآن في هذه المرحلة الخطيرة والحساسة في تاريخ ليبيا فيه استيفاء حق سواء بأي طريقة، قتل، إعدام، أخذ جنسية، يجب علينا أن نتجاوزها، لأن المرحلة الخطيرة نحن كيف نعطوس في السكين حاد لبشب عقله. الآن يجب أن نتكلم في مثل هذه القوانين. نحن السحر هذا والله عارفين وعارفين سندير، ولكن يجب أن لا تتكلم في مثل هذه القوانين حتى تكون لك دولة واحدة تحكم من الشرق إلى غرب إلى شمال إلى جنوب تحت سلطة واحدة، وبعدين الإنسان المظلوم يلقى وين يذهب معلش يا مصعب باش ياخذ حقه على غرار حراس الفضيل. للأسف الشديد في طرابلس هنالك هي شكلت بتعيق الدولة الخمينية في الأخير بكل، أما هذا لا يجوز أن يدار الآن، وهذه القوانين يجب أن ترحل إلى مرحلة الاستقرار التام والكامل، وشكرا. شكرا. قبل ما نمشي لكلمة لسيد عضو لجنة الستة سيد عز الدين قوارب، خلنا نعطيكم القائمة متاع الأسماء باش كل واحد يعرف دوره. سيد محمد العباني، سيد خليفة الدغاري، سيد طلال ميهوب، سيد زايد هدية، سيد عبد المنعم العرفي، سيد عبد السلام نصية، سيد أسمى الخوجة، سيد سعيد مغيب، سيد حليمة العايب، سيد الهادي الصغير، سيد طارق صقر، سيد سلطنة مسماري، سيد حمد البنداك، سيد جاب الله، سيد مبروك الخطاب. تفضل سيد عز الدين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية اسمحوا لي أن أتقدم بجزيل الشكر لكل السادة الأعضاء الذين وضعوا ثقتهم فينا، وإن شاء الله نتمنى من الله أن نكون عند حسن ظنكم، وأن كنا على قدر الثقة اللي أنتم منحتوها لنا في غيابنا، وبارك الله فيكم. اللي نبي نقوله أن راه مجلس النواب يعني من أول ما بدأ كان في ظروف مش طبيعية، يعني كان هو يمثل السلطة التشريعية وأيضا هو طرف سياسي، وهذه الحقيقة اللي قاعدة مستمرة معانا عند صبح اليوم. احنا كسلطة تشريعية كلجنة كلفتها السلطة التشريعية اشتغلنا وفق المعايير اللي وضعتها لنا السلطة التشريعية، وبذلنا قصار جهدنا، وقد نكون أخطأنا وقصرنا أو ما تمكناش أن نفوضه بشكل كويس، كل مقبول وكل متوقع وكل ممكن يكون صحيح، لكن في الأخير بكل نتيجة عملنا هي أمامكم كطرف سياسي. الآن تقدروا تتعاملوا معها كطرف سياسي مش حقتك السلطة التشريعية، لأن احنا عندنا راهو احنا مش مجلس تشريعي فقط، احنا أيضا طرف سياسي. القاعدة القانونية راهي كائن حي، يا يطلع للمجتمع يعيش، يا ما يلقاش الظروف الملائمة ويموت. إذا كان احنا درنا قاعدة ما تمشيش مع وقعنا وما تتماشاش مع وقعنا، طبيعي انها تنتهي وتموت، وتجبر السلطة التشريعية على بحث آلية لكيف تغيرها، كيف تعدلها، كيف تتماشى. لازم تتماشى مع الواقع. إذا كان احنا مثلا درنا شيء ما تمشاش مع الواقع، لا من حق الأطراف السياسية أنها تضغط وتقول وهذا ما يتمشاش مع الواقع، وتدفع في اتجاه تغييرة تعديلة كذا. اللي نبي نأكد عليها أن مجلس النواب هو يعني صاحب الولاية على الدستور، وصاحب الولاية الوحيدة على الدستور، يعني يقدر تقدروا تغيروا في الإعلان الدستوري، تقدروا ترفضوا النتيجة كطرف سياسي، لكن كسلطة تشريعية احنا رانا عملنا كلجنة، عملنا بالمعايير اللي وضعتوها بكل أمانة وإخلاص. وحيجيكم فيما يتعلق بالدوائر، أقصد وكذا المعايير اللي تتعلق بالدوائر والمقاعد وكذا، إذا أنتم رأيتوا أنكم تغيروها، لا احنا تحت أمركم، احنا طالعين من هالقاعة وردين هالقاعة. شكرا. نعود لكلمات من جديد السيد محمد العباني. أستاذ النواب، أنا نبي نطلع شو بس في ملخص بعض النقاط اللي وصلناها البارحة. أنتوا
إذا كان البارح قلتوا بشكلوا لجنة سياسية وقانونية للتواصل، مش هذا قلتوا البارح؟ المفروض تتفقوا عليها بشكلوا لجنة للتواصل فيما يتعلق بإدارة الثروة بشكل عادل، وتعبير إدارة الثروة عبر عليه الدكتور البارح وكان صحيح. المفروض يصدر قرار يعني خاصة فيما يتعلق بالتنمية لاستفادة كل الليبيين من النفط والغاز، من دخل النفط والغاز. كيف تشكل؟ هل ترون لجنة مراقبة كما قال النائب سالم، ولا يعني بتوا في هذه الأمور؟ الأمر الآخر المفروض يكون فيه توجيه قوي للنائب العام والسجل المدني بضرورة فرز عملية الأرقام للحق المنتخب هو الليبي. الليبي من هو اللي يرتبط بالجنسية، يعني علاقة قانونية بين الدولة والمواطن وهو الجنسية، لابد يكون عنده جنسية، يعني حق الترشح وحق الانتخاب هذا هو الحق السياسي الأول، هذا يعطى للليبيين. الليبي من هو من يحمل الجنسية الليبية، لكن في كثير من المقيمين في اللي يستفيدون في اللي كذا، لكن تترك الأمر بهذا الشكل. فأول حاجة المفروض يصدر قرار شديد السيد النائب العام، ولازم يبتوا في الأمر هذا، بينوه وبيحصلوا الأرقام الوطنية الليبيين. الليبي ليبي اللي أخذ الجنسية الليبية سواء بطريقة تجنس ولا ليبي بالأصل، هذا ليبي، لكن شخص مقيم في ليبيا وهذا هو أمر مختلف. فأعتقد أن هذه النقاط نحن حصلت كلامنا البارح واليوم، المفروض أن نصدر قرار في تشكيل اللجنة السياسية تتواصل مع الأجهزة العسكرية والمدنية والمجموعات المسلحة وكذا، وتقدم تقارير لمجلس النواب بدل ما كل واحد يتصل بروحه. قرار الثروة مهم جدا، احنا ما نبغى نغلق النفط، لكن آلية رقابة الدخل، لأن الغلق النفط يعني قد يكون ضربين وضرب سياسيا وحتى اقتصاديا، لكن برضه ما نسمحوش بإدارة المال العام ويصرف فيه كما قال إبراهيم الدرسي الأطفال اللي مش لاقين واحد يعالجهم، والداخل يصرف في الداخل وفي الخارج بطريقة ما هيش صحيحة. أعتقد النقاط هذه المفروض السيد المقرر توثقها، وإذا كان حد من السادة النواب عنده صياغة معينة ولا ني بيقول فيه، لأن أنا عندي التزام معلش، يتولى السيد النائب الأول قيادة الجلسة. بكرة نلتقوا على بعض القوانين اللي استطلعوا علينا اليوم، وإن شاء الله بكرة نقدروا نديروا فيه. شكرا لكم. تفضل سيد محمد لعبان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن هنا في جلسة من جلسات مجلس النواب الذي أقر في جلساته الإعلان الدستوري 13، والإعلان الدستوري هو الرحم للجنة 6+6. ننتظر قليلا حتى نطلع على تقرير لجنة 6+6 ثم نبت فيه، أما أن نتحدث في شيء لم نراه، تسريبات من هنا وهناك ونتناولها في جلسة رسمية، أرى أن ذلك مضيعة للوقت. يجب تحديد جلسة خاصة لمخرجات 6+6 لأهميتها والتي أقرت أو ولدت بموجب إعلان دستوري، وهذا الإعلان عدل في هذا التعديل، عدل في الإعلان الدستوري، والإعلان الدستوري هو الذي أعطى السلطة لهذا المجلس. بالتالي أمنحونا فرصة من الوقت حتى نطلع على ما وصلت إليه هذه اللجنة، ثم نبت فيها في جلسة خاصة نقرها أو نرفضها، كما أشار ذلك السيد عز الدين بأن هذا المجلس وهو صاحب السيادة العليا وفقا للإعلان الدستوري هو الذي عدل الإعلان الدستوري، وبإمكانه أن يعدل ما تقدمه هذه اللجنة بالإقرار أو بالرفض أو بإدخال تعديلات عليها. أما فيما يتعلق بالثروة، الثروة هي ثروة كل الليبيين شرقا وغربا وجنوبا، يجب أن تدار إدارة جيدة، ومجلس النواب هذا الذي نحن نجلس تحت قبته هو المسؤول الرقابي على السلطة التنفيذية.
فإذا تجاوزت السلطة التنفيذية في إدارة هذه الثروة علينا بالتدخل ووقف هذه التجاوزات وتعديلها وإصحاحها. أما السحر والشعوذة فهذا أمر قد سبب ضررا كبيرا في المجتمع وفي ترابطه وفي خرق النسيج الاجتماعي أيضا، يجب البت فيه بحيث توضع عقوبات رادعة لهؤلاء السحرة والشعوذة، من خلالها يتم الحد من هذا العمل إن لم تتمكن السلطة التنفيذية من القضاء عليه. وشكرا على حسن استماعكم. السيد خليفة الدغاري. السيد خليفة الدغاري. نعم. مسؤولين القاعة، السادة مسؤولين القاعة، بالله بالله حاول تعاون، خذ من السيد محمد السيد إبراهيم. ظلمين الشاب جديد. مسؤولين بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبوك يا عز الدين كن قاعد. في البداية أنا نثمن جهود اللجنة 6+6 التي تم اختيارها من هذه القاعة بطريقة الانتخاب المباشر، ونتمنى أن تكون هذه اللجنة وأنا نلتمس فيها المصداقية أن حافظت على هذه الأمانة، وهي تطبيق ما ورد في التعديل 13، لأن نحن أعطيناهم يعطيك حبل كتف به، نحن أعطيناهم القانون التعديل 13 وهم ملزمين بتنفيذ هذا القانون. تعرفوا يعني على الرغم من تجاوز في موضوع الجنسية التجاوز البسيط، أنا ما أعطوا فسحة للي يحمل جنسية أجنبية أن يتنازع عليها في إذا ما خرج في الجولة الثانية، وهذه مشكورين عليها، وتعتبر نوع من التنازل وإعطاء فرصة حتى للتوافق بيننا وبين المجلس الأعلى للدولة. نحن السيد الرئيس تحكى على نقطة مهمة، وهي أن هذه المادة يعني جات فيها مادة أخرى وهي التنازل على الجنسية قبل الجولتين، وإلا تحجب النتيجة. هذا مع جزء إذا أضيفت هذه المادة فعلا نحن ما استعشرناه تبقى فعلا، حصنوا أن هذه المادة تكون محصنة قبل أداء اليمين. ومو جديد نحن أن يمسكنا واحد يحمل جنسية أجنبية، يعني منذ 17 فبراير واللي عروس الهرم في المؤتمر الوطني السابق يحمل جنسية أجنبية، ورئيس الوزراء في الحكومة اللي في المجلس الانتقالي كان يحمل جنسية أجنبية، رئيس الحكومة اللي هو في فترة المجلس الانتقالي المؤتمر الوطني يحمل جنسية أجنبية، نواب يحمل جنسية أجنبية، رئيس الهيئة التنفيذية الهيئة 60 يحمل جنسية أجنبية، يعني هذه ما زالت مستمرة، ولكن هذه مراحل نجد لها العذر في تلك الفترة، ولكن الآن نقدر نقول شكر الله وسعيكم سبيتم معنا في هذه المهام الصعبة ويعني قدمتم لنا المنشورة، ولكن نحن الآن نأسس إلى دولة قانون ودولة دستور نحترم القوانين النافذة. راهو أنا نقول لكم شيء، نحن الآن ما زلنا نهرب لقدام نهرب للأمام وما واجهناش الواقع لبناء الدولة الحقيقية والحقيقية الصحيح. ما صلحت به بداية هذه الأمة هو ما تصلح به الآن. نحن الآباء والأجداد لما داروا دولة في أيام الحرب أيام الفقر والجهل والمعاناة بنوها على أسس صحيحة. نحن الآن ما زلنا نهرب من الأسس الصحيحة اللي تبنى عليها الدولة. أول شيء دار الملك إدريس الله يرحمه ورفاقه اجتمعوا في مصر وأسسوا الجيش السنوسي، يعني أسسوا مؤسسة عسكرية موحدة منضبطة، وهذه نواة أساسية ونحن الآن ما زلنا نفقدها، وما زال في حتى 5+5 ما قدمت لنا شيء، والمرتزقة موجودين والميليشيات موجودة، وهذا الأمر سيواجه الليبيين، وهذا لابد منا أن ينتهي قبل إجراء أي 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 عمل انتخابي. الشيء الثاني، حتى في 49 لما بدأت برقة ولايتها
دار الدستور في 49 ولاية برقة، ولما تقدمت ليبيا الاتحادية داروا دستور في 51 ليبيا كلها، وعلى ضوءها اللي صارت المراسيم الملكية والانتخابات البرلمانية والتشريعية وبنية الدولة. يعني أنتم تبنوا في دولة وتدوروا في حكومات وبرلمانات بدون ما ترجعوا الأسس الحقيقية. داروا حكومة، راهو نحن ما زلنا إلى حد الآن نشتغلوا غلط ونهربوا لقدام وندوروا في حلقة مفرغة، وسنظل نحن بدون دستور، سنظل في هذا الحوار وسنظل في هذه الفوضى. الحل أمامكم الآن، ويجب أن نكون شجعان. يعني استفتوا على الدستور اللي هو قامت عليه انقلاب 69، يعني نرجع النقاط الخلافية اللي هي موجودة في الدستور الحالي واللي يحكوا عليها، ويقولوا لنا النقاط الخلافية 1، 2، 3، 4 ونستفتوا عليه ونستفتوا عن مشروع الدستور. لكن كل 13 تعديل دستوري و15 حكومة ونحن في مرحلة انتقالية 10 سنين، والسلاح منتشر والفساد الإداري والمالي، وليبيا مفتوحة مشرعة فيها مليون هجرة غير شرعية. راهوا يا اخواننا لا الثروة تنزل، لا المقاعد اللي يحكي عليهم جبرين ونحكي عليهم حتى لا يهمني، ما يجيش إلا بالدستور، والتوزيع الثروة ما يجيش إلا بالدستور، والدولة ما تبناش إلا بالدستور. أنا أتمناكم وراهو نقول لكم حاجة، راهو تعديل الدستور 13 هذا راه مرفوع في قضية أمام المحكمة الدستورية، ممكن سينتقض بالكل وسيلغى بالكل، وفي مشاكل قائمة اللي حكى عليها عدد كثير من الزملاء، عيسى والرقم الوطني وغيرها، هذه كلها لا توجد مؤشرات في الوقت الحالي اللي جرى انتخابات شفافة أبدا، بل تعتبر مستحيلة. فأنا رأيي واتمنى تملكوا الشجاعة، إذا نحن ما تمكناش من إجراء هذه الانتخابات على ضوء معطيات المملكة الآن، أنت تنشر الدستور، دولوا الدستور، أبدأ بالدستور، وحدوا الجيش، دولوا حكومة، أما الباقي راهو كلام فاضي مسير من شيء، وساكنوا كل يوم حكومة وخشوا في المحاسسة الحكومة وغرب وشرق وفلان مهمش وفلان كذا، ديروا حكومة وديروا دستور. هذا اللي ننصحكم به وبارك الله فيكم. بالله يا سادة النواب الاختصار لو سمحتوا في الكلمات، سيد زايد بالذات بالله يحاول انك انت تختصر في الكلمة، بالله في ساعة لو سمحت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نبدو بمحاور النقاش اليوم بلجنة الستة وإيرادات النفط أو الحكومة الحالية لطرابلس. موضوع لجنة الستة، صحيح يعني صوتنا على الإعلان الدستوري، ولكن راو لما صوتنا على الإعلان الدستوري قررنا في بعض التعديلات داخل القاعة، تفاجأنا أنه نشر في الجريدة الرسمية. تمنيت أن السيد الرئيس حاضر. We'll be right back.
لجان صحة ولا. فإحنا يا جماعة يراد نفط رانا ما نض مع أقليم أو ضد أقليم، إحنا مع إن ورقة ضغط على المبعوث على الأمم المتحدة أن تتحرك، واليوم مفروض نديروا لجنة وبيان واضح ليتحرك المبعوث ويجي ويسمع منا يحول هالحكومة اللي جاتها من الغلوب. وشكرا. السيد عبد المنعم العرف. الوقت. عامل الوقت مهم بالله السادة النواب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خلينا نكون متفقين ان مخرجات لجنة 6+6 لم توضع امام مجلس النواب للبث النهائي فيها. احنا اخواننا تحدثنا مع اعضاء لجنة 6+6 ان التعديل الدستوري 13 هو اصل، ولجنة 6+6 راهي فرع، والاعضاء لجنة 6+6 قالوا ان ما هوش قرآن منزل راهو قابل للتغيير. واجهناهم بأسئلة كانت تدور على الأقل كممثل عن إقليم برقة اللي هي في الدوائر، وكيف تم عدد اختيار المقاعد والكراسي وفق أي إحصائية. أنا رأيي السيد الرئيس أنكم تخاطبوا كافة مصالح الأحوال المدنية في البلديات، احنا يقولوا 8 مليون بينما العدد الحقيقي 6 مليون أو 7 مليون إن زاد أو نقص. أنا ليش ما كل بلدية تأخذ الإحصائية من فرع مصلحة الأحوال المدنية حتى يسهل علينا كشف التزوير، وأين يوجد التزوير في أي إقليم في أي منطقة في أي بلدية في أي مدينة حتى نحل المعضلة هذه. الشيء الآخر أعتقد أن أعضاءنا أعضاء لجنة 6+6 أعتقد متفاهمين في كل شيء إلا في المناصب السيادية اللي فعلا نحن قريناها ما نعرفش أنا في تفاهم وفي تقارب ما بين مجلس الدولة ومجلس النواب، بينما المناصب السيادية لم يتم البث فيها. نشوف في أعضاء مجلس النواب الكل ينتقد في الصديق الكبير، والكل يقول أن الصديق الكبير يهدر في الأموال يعطي في الودائع يمنح في القروض للدول الأخرى. احنا يا اخواننا والله انا رأيي مشكلتنا الحقيقية هي المناصب السيادية. هل اتفقنا مع مجلس الدولة حتى ننتج قوانين انتخابية سواء تخص الرئاسية او البرلمانية، ولم نتفق على المناصب السيادية اللي هي مشكلة؟ مخاوف على مجلس النواب يقولوا ان فيه مال فاسد. المال الفاسد هذا صديق الكبير لا زال موجود. الاجهزة الرقابية اللي يفترض انها تكون اذرع لمجلس النواب تجتمع مع الحكومة وتشتغل في صفقات مع الحكومة، حكومة عبد الحميد الدبيبة وتدعم فيه، بل يقول أن الصديق الكبير يهدر في الأموال يعطي في الودائع يمنح في القروض للدول الأخرى. احنا يا اخواننا والله انا رأيي مشكلتنا الحقيقية هي المناصب السيادية. هل اتفقنا مع مجلس الدولة حتى ننتج قوانين انتخابية سواء تخص الرئاسية او البرلمانية، ولم نتفق على المناصب السيادية اللي هي مشكلة؟ مخاوف على مجلس النواب يقولوا ان فيه مال فاسد. المال الفاسد هذا صديق الكبير لا زال موجود. الاجهزه الرقابيه اللي يفترض انها تكون اذرع لمجلس النواب تجتمع مع الحكومه وتشتغل في صفقات مع الحكومه، حكومه عبد الحميد الدبيبه وتدعم فيه، بالتالي ما نعرفش انا كيف نبون نديروا قوانين انتخابيه وفق التعديل الدستوري 13 اللي مفروض نلتزم به وحتى ما تم التوافق عليه هي ملزمة لمجلس النواب، بينما كانت تسبقها لجنة في بوزنيقة أو في المغرب واتفقت على المناصب السيادية ولم يتم تحريك هذا الملف إلى الآن. الحقيقة أنا أرى أن يتم تحريك ملف المناصب السيادية جملة أو حزمة واحدة، وخاصة الشكاوى من أعضاء لأعضاء مجلس النواب من السيد الصديق الكبير تحديدا والأجهزة الرقابية. أنا نتمنى أن نبثوا وما ندخلوش في أي تفاهمات مع مجلس الدولة ما لم يتم حسم هذا الملف يسبق أي تعديلات تجرى. أعضاء لجنة 6+6 راهم أقروا بالتعديلات وقالوا أن التعديلات اللي أجريت راهي ماهيش قرآن منزل، ومستعدين لازلنا نعدلوا سواء في الدوائر في 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 كل مثلا زي ما تقول دائرة تأخذ حقها بالكامل ويعرف تعدادها السكاني لكي يتم تمثيل الحقيقي لها. نجول للتوزيع العادل للثروات أو الأقاليم حسب ما يطالبن. أنا أرى وخاصة إحنا في إقليم برقة
عندنا مشكلة راهو في إدارة الموارد راه. لسبيل المثال نحن في مدينة المرج لو تجي تشوف بنغازي وتشوف المدن الأخرى حتلقى حدائق ومنتزهات وطرق تشق وهدم وبناء، بينما احنا في مدينة المرج راهو حتى المية ما نشربوش فيها راهو من 42 سنة راه. بالتالي فيه مشكلة راهو في إدارة الموارد راه. حتى عندنا في برقة في 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 في, في داخلها راهو عندنا مشكلة راهي حتى هي نعانوا من المركزية راهي. ما عندناش، عندنا مشاكل لم تحل، مياه، كهرباء، طرق، بنى تحتية، صرف صحي قاعد يعني يوجد في الأراضي الزراعية. إذا كان نبو توزيع عادل للثروات يبقى خلينا نبدأ بإدارة الموارد، ندير الموارد والثروات متاعنا إدارة صحيحة بحيث توصل لكل المدن والمناطق اللي بيها، هذا إذا كان فعلا نريد مبدأ العدالة والمساواة. أعتقد أن خرجنا منا موضوع اللجنة 6+6، أعتقد يترك لها البراح. نتقدموا بملاحظاتنا سواء في الدوائر سواء في الجنسية، فعلا هي سابقة حتى من يتحصل على 90% يدخل الجولة الثانية، هذه سابقة الحقيقة إذا تحصل على 90%، كل اللي بيين يبوه حتى لو تدير جولة رابعة يعني. وشكرا بارك الله فيك. الله يبارك فيك. قبل ما نمشي سادة الزملاء حفاظا على الوقت باش حتى النقاش يكون في نتائج، طبعا البند المطروح وتفضل به السيد الرئيس هو مناقشة النفط وآلية الاستفادة منها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف بحيث يعم على كل عموم البلاد، واستبعاد استغلال هذا البند النفط استغلال وتوظيف الاستغلال السياسي من كل الأطراف السياسية لكي لا نزيد الأزمة الليبية تعقيد. نحتاج بعض الآراء اللي كيف إن ما يتأثرش المواطن بهذا التوظيف السياسي لإيرادات النفط، ومناقشة هذه المسألة نقاش علمي وبحيث إنما نخلقوش مسار آخر للأزمة الليبية. هذا يجب النقاش نصب على هذه المسألة. مسألة مخرجات لجنة 6+6 فيه طبعا حسب ما نحاول نصلحه من تطبيق اللائحة وزع عليكم حاليا ملاحظات المفوضية وهي الجهة المعنية بتطبيق أي قوانين انتخابية، نعطوا وقت وأجل ناقش يوم الغد هذا الأمر. أيضا إن لم يأتي بشكل رسمي هذه المخرجات حتى تطرح في جلسة، فبالتالي النقاش فيها في تقديري حاليا أمر زائد، إن حنفرد وقت آخر للنقاش فيها واتخاذ قرار من قبل المجلس. فنعمل توضيح أن يكون النقاش منصب حول إيرادات النفط وآلية توزيعها واستبعادها على كل وعدم توظيفها توظيف سياسي لكي لا تستغل من طرف سياسي على حساب طرف آخر. أعطونا الآلية، تشكلوا لجنة، تخاطبوا المبعوث، تعدلوا في القوانين، يعني تحديداً بند باب تنمية ضيفوا له حتى الدسة تروح يكون أفضل للحكومة هذه ولا حتى الحكومات القادمة على فترة طويلة. حتى لو درنا حكومة موحدة بتمش التلاعب في هذا البند، يكون أمر مدستر لمدة 10 أو 20 سنة بحيث أن المواطن الليبي يلتمس التنمية في كل مكان. شكراً. تفضل سيد عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم.